ما النايب بتصور هنا. ونحن الآن في افتتاح هذا المعرض نشيد بالعلاقات السودانية التركية، ونقول لكم أن جمعية الصداقة السودانية التركية عاد عقدت مجموعة من الاجتماعات تمخضت عن هذا المعرض الجميل الذي يحتوي على مجموعة من الكتب الثقافية والأدبية والعلمية، وهنالك أيضا تمثيل لكل الشركات التركية موجودة في السودان، وكذلك تمثيل لسفارة تركيا بالسودان. ونقول إنه هذا العمل عمل متكامل لجمعية الصداقة السودانية التركية. بحضور 50 بعثة دبلوماسية حاضرة وبمشاركة أكثر من 70 جالية، فهذا يدل دلالة واضحة بالرغم من أنه تحدي، لأنه عندما قام الباشمهندس بالتواصل معنا سألته قلته هل الوقت يكفي وهل بالإمكان بالفعل أن ننقلها من مسيرة على الأقدام إلى مسرح وعرس اكتسى هذه الجمالية هذه الليلة.